بالله وداعته والباري يحس بقيت روحي تلوش وانت يضر جيته وعيوني جيتني. الله قل له قل له جيتني حسين شاوينا حسين والله يل صعب قلبي صواب وإذ قال حيني هذا دم محسين يا أبا عبد الله هذا دم محسين لو حمار هم 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 همي وحملت عانا و خادم راحي لأمير الشعراء الحاج كاظم منظور الكربلائي زار جواك المطبوخ صاب قلبي صواب وإذ قال حيني هذا دم ما يحشي يا ما احلى الويل بعد انت والحسين انا ما اقول لك وعلوم المنيه بين الفاطميه الوداع الوداع عندك اعلى عندك اعلى وانت مصح يلا يا ما يا أنواليها ونادها لا يا زين هذا النص عمي هذا النص طاب خيمة كل حر حسي يا أنواليها ونادها لا يا زين قعد عيدها يودحها ويسألها
الله ايش مصيبة محبوب وحبيبة صوتك قول يا محل الوداع وعيوم المنية اليوم يومك بين الفاطمة بين نادت يا ابن ابويا ما تيجي لي صار قلبي اختك بغيبة كان الفلك طارنا وبالعكس يندع وكان اختك غير شتت هل شامل بالغابرية يا محل الوداع بين الفاطمة بين صد يحسي اللي اختاوي لقلوب يتلو لأمير الشعراء الحاج كاظم منظور الكربلائي صد يحسي اللي اختاوي لقلوب يتلو ويتغيرت ناداها شهادة فصيلت ليتو من نسج الجلال إليك ثوب اليسر من العهد مكتوب والخدر تشارك بهالثوب المبارك احلى الخدرج وانا مفصل علي يا محل الوداع 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 وعلوم المنية بين الفاطمة بين الفاطمة ونادت يا ابن ابويا بالعهد راضي ويلحق له رضينا اقطع الكلام فدوة ولا عزت عليك يرقى يا ابن يا حسي وين تتعز علي انا تهيأ للشهادة واحنا متهيئين
السعادة وانتو على الشهادة وينيتكم عسن راشد النية قول يا محلى الوداع وعلوم المنية بين الفاطمي جاوبني ميعاد يا ابو الاكبر حيدر حيدر هلك العاشرني الطبر مقتنع بجوابك هذا عمي رجل الصحن حلمي